بعدما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى أو بعدما ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، عقد في أثنائه فصلا لموضوع مخصوص بعينه، وهو أحد مفسدات الصوم، وهو الجماع. فالمصنف رحمه الله تعالى ومثله كثير من الفقهاء يفردون للجماع المفسد للصوم فصلا مستقلا، والسبب في ذلك أن الجماع يختص بأحكام تخصه دون باقي المفطرات التي سبق ذكرها. فمن ذلك أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكفارة دون ما عداه، ولذلك بعض الفقهاء عندما يذكر هذا الفصل يقول: فصل فيما يوجب الكفارة من مفسدات الصوم أو من المفطرات. الأمر الثاني أن الجماع وحده يكون مفسدا وإن وقع من الناس والجاهل والمكره، كما سيمر معنا بعد قليل في بعض الصور سنفصلها بعد قليل. الأمر الثالث الذي يختص به أيضا الجماع من الأحكام أن الجماع تثبت الأحكام ليس في كل صوم، الأحكام المترتبة عليه بالكفارة لا تثبت على كل إفطار بالجماع، وإنما في صوم دون صوم، وهو الصوم المتعلق بشهر رمضان كما سيأتي بعد قليل في أول كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أمور كلها اختص بها إفساد الصوم بالجماع، بأن فيه كفارة، وبأنه لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل، والأمر الثالث أنه ليس في كل صوم تترتب عليه جميع الأحكام، وإنما في بعض أنواع الصوم دون بعضه كما سيأتي معنا بعد قليل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا يشددون في هذا الأمر لخطوء الجماع في للصائم أشد من غيره، ولذلك يقول الفقهاء من كلامهم، وله أمثلة كثيرة جدا من كلامهم، أنهم يقولون: ولا يكره الأكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر. سبق معنا أن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ثم بان له خلاف ذلك أنه قد طلع الفجر فقد صح صومه، أليس كذلك؟ نعم، في الدرس الماضي. لكن يقولون لا يكره الأكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر، وأما الجماع فإنه يكره لمن شك في طلوع الفجر. مجرد الشك في طلوع الفجر يكره لخطورة هذا المفطر وما يترتب عليه من آثار. وقد ثبت في الصحيح أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع زوجته في نهاية رمضان قال: يا رسول الله احترقت أي بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ عندما جاءته الكفارة. وجاء في رواية أنه قال: هلكت، وفي رواية عند الدارقطني وغيره: وأهلكت، أي وأهلكت زوجتي. فالمقصود من هذه الأمور الثلاثة وهذه النصوص أن الإفطار في نهار رمضان بالجماع كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك الرجل حينما قال احترقت أي بالنار، فقال: أين المحترق؟ فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في هذا الباب بخصوصه. وذكرت لكم بعضا من كلام أهل العلم في مسألة الشك، وسيأتي إن شاء الله الحديث في قضية القبلة، وكيف أن القبلة إذا كانت داعية للوقوع في الجماع فإنها تكون محرمة. طيب،